مساء الخير سعادتك انا بتشكر كل الكلام الحلو وانت بتعرف انه الشعور متبادل وانا بقدر شغلك هيدي المدينه حافظت عليها ويوميا من خلال نشاطك الدائم عم نشوف حالنا بمدينتنا وبعاصمتنا دكتور نسيت اسم كمان دكتور ميشيل خليني اقول انا هيدي النسخه الثالثه لبياف بيكون لي الشرف باني يكون موجود واحضر اطلاق المهرجان ومن ثم المهرجان لكن مثل ما قال سعادته وقلت حضرتك اليوم الاحتفال ب 200 شاب وصبيه رح يحصلوا على منح جامعيه وبرايي ما في احلى من هالصوره رح نعملها سيلفي بعد شوي ونعممها على العالم كله تنقول نحن بالعاصمه قدام ساحه الشهداء عم نحتفل ب 200 شاب وصبيه بجهد لجنه مهرجانات بياف وسعاده المحافظ لانه هيدي الصوره عم بيخبروا عنا برا بانه يا لطيف شو في عنا ويمكن شو عم بيصير فينا انا بدي اقول لهم هيدا اللي عم بيصير فينا صاركم من الصبح كلكم عند الكوافيريه عم بتزبطوا حالكم وميك ابات وقصص وحكايات هيدا اللي عم نعيشه نحن واقفين كم بس ما حلق علي انا ستة الا دقيقتين كنت هون وانا اتعس واحد بيناتكم حتى كرافات مش حاطط يعني بقى خلينا فعلا نقول هيدي السياحه هيدا لبنان هيدا اللي بدنا اياه بلبنان ونحن ببسمتنا بوقفتنا بارادتنا قادرين نطفي على كل النار اللي عم بيحاولوا بمكان ما يشعلوا بهيدا البلد ما رح طول بالحديث يعطيكم الف عافيه دكتور بياف خليك دكتور بياف دكتور ميشيل خليك بالامه ميشيل بياف هي زيتها وسعادتك خليك بالامه ما تركت غلطه وما عملتها يلا خلينا اياكم بتشكركم جميعا وبدي لكم كمان كلمة صغيرة انه هيدي الدورة العاشرة من بياف هي هلأ الدورة العاشرة مش بكرة لان هلأ عنا مميزين انا بدعي معليك تفضل وسعادتك من شان تنقدر نوزع هالمنح لطلاب المميزين تفضلي معليكي إذا مثل ما قال دكتور داهر بهيدي اللحظات رح تبدأ توزيع المنح وهو هيدا الحدث الأساسي اليوم يلي بتتميز فيه بياف عن كل الاحتفاليات اللي بتشهدها العاصمة واللي بيشهدها لبنان بهيدا الدور الإنساني بداية رح تكون مع جامعة البلمند ولكن بدي أشير أنه في بعض الطلاب ما قدروا يكونوا معنا هون ولكن المنح رح يتسلمها عنهم العميد دكتور وليد مبيض عميد القبول والتسجيل بداية مع الاسم الأول علي عبد المنعم خلوف إذا بهيدي الأثناء عم يتم تسليم المنح الجامعية بداية مع جامعة البلمند وننتقل إلى المتفوق الثاني أو الثانية فرح رياض قندلفت أيضا من جامعة البلمند اللي عم تتسلم حاليا المنحة من سعادة المحافظ زياد شبيب والدكتور ميشيل داهر وسفيرة النهوية الحسنة وفاء بن خليفة طبعا مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان الاسم الثالث كارلا نشأت لبعينة هولي أسماء الطلاب من جامعة البلمند هناك عدد من الجامعات اللي مشاركين ومقدمين منح لطلابها المتفوقين حسام منير العمري أيضا هو الاسم الرابع من جامعة البلمند نيكولا جورج جريج طالب متفوق آخر
نيالهم نبيل. نحن عايامنا ما لحقنا طبعا، يمكن كان بس في الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي كان عم بيقوم بهيك خطوه، ولكن اليوم مشكوره بياف على طبعا دائما بكل مناسبه مهم نستذكر الشهيد الكبير رفيق الحريري اللي قدم للبنان الكثير والكثير، وبالطبع المنح التعليمية اللي فاقت الألاف بلبنان وبلاد الانتشار. نبيل بس هلأ عم تتسلم ساشا ديب المنحة أيضا من جامعة البلمند، هذه الجامعة اللي عندها متفوقين عديدين. الاسم الآخر أدي جورج بفرح. الاسم الآخر ميريام إلي أنتوان دابلي. إن شاء الله أكون عم بلفظ الأسماء صح. ومع اسم جديد من جامعة البلمند أيضا باميلا جورج مخول. باميلا جورج مخول هي الطالبة المتفوقة الأخرى من جامعة البلمند اللي عم تستلم المنحة التعليمية، ومن بعد شيرين نديم يحيى. شيرين نديم يحيى حتستلم هلأ أيضا المنحة، من بعد علي خالد أبو شاهين، ومن بعدها ليا بسام نصيف. بدي ذكر انه بعض الاسماء ما قدرت او بعض الطلاب ما قدروا يكونوا معنا هون. تيريزا جورج مزرعاني، زاهي نبيل نعمي الحايك، غنوة خالد اسماعيل، غنوة خالد اسماعيل هي الطالبة الأخرى اللي عم تستلم منحة جامعية، سالي محمد حمزة، ماريا ألفريد طنوس. أكيد الفرحة مش سيئتهم للطلاب على هل يمكن هيدي أهم جائزة ممكن أي طالب أنه ياخدها. جنى عبد الملك الشيخ، جنى عبد الملك الشيخ، كارن وليد عطمة، حنا عبد الله سعادة، فإذا ألف مبروك للطلاب المتفوقين. ديما مازن عويك، تينا غسان ساسين، بياتريس إلياس صوفيا، لارين فؤاد فهد، إليو أسعد إلي سعد، جابي وسيم عويجاني، ميرا إيهاب المير، سمر جورج سمعان، إذا بتحب من وراي يلا أسمع. جو جوزيف خضير، ميرا محمد زياد عدرا، ورا.
أوديل كارلوس دحدح. للوى عزت السيد. في اسم كمان الطالب علي خالد يمكن قطع وأنا ما قشعت اسمه. ما قطع. فإذا الطالب علي خالد. رام راغد أبو زكي. كريستينا كريم نصر. ماريا كلود عواد. جورجيو فادي صادر. روزا ريني عزار. جورجيو فادي صادر. روزا ريني عزار. ساشا توني سابا أو سيبا عفوا. شربل مروان نشار. ميرا إيهاب المير. شدا حسان جدم. ميري جان بيير بوغسون. ريتا حنا سعد. دانا بسام عيناتي. فوزي عصام الياس. بول بيتر أنطوان نعنوع. جميل جورج بوفرح. جوزيف إلي هولي. يوسف إبراهيم بوفرة. إلي ماريو جابي. سولا ماريا إدوار صالح. كارين تانيوس أبي شبل. إذا عم نشوف الفرحة الجامعة عن جميع الطلاب على هذه الجائزة، يمكن الأهم اللي ممكن يحصلوا عليها، الجائزة التعليمية. بيير السيد البايع. بيير لا عفوا ألان جون جيم. أنطونيو ميخائيل ملحم. هيدا شو. وبالختام الطالبة إليس الخوري. هيدي سلمناها من شوي. فإذا هول هن أسماء الطلاب المتفوقين من جامعة البلمند. بننتقل عند نبيل نشوف جامعة أخرى مقدمة كمان منح للطلاب. أكيد لكل جميع مشاهدين تلفزيون مستقبل وتلفزيون لبنان، نحن معكم بنقل مباشر من وسط بيروت
لنقل وقائع هذا الحفل المميز جدا لتوزيع المنح الجامعية من قبل بياف. حننتقل لجامعة يوزاك ومع الطالبة المتفوقة غيا تانيو سوما. إذن مع الطالبة غيا تانيو سوما من جامعة يوزاك مش موجودة. لورا شاربل شليلة، مبروك للورا. نور محمد كبارة، تريسي فادي دياب، مبروك لتريسي. أكيد هذه الشهادة بتكون مفصلية بحياة الطالب، بيستطيع من خلالها يكون بحافز معنوي كتير كبير تيتقدم بمستقبله ويكون طالب أو طالبة متميز ومتفوقة أيضا في مجالاتها. أنتوني شبلي، الطالب المتفوق أنتوني شبلي عم يستلم جائزة المنحة التعليمية من سعادة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وبالطبع بحضور شخصيات مميزة جدا اليوم، مدير بياف والسفيرة فاطمة بن خليفة. حننتقل لإلسا جبارة، غريس غفري، جوال برشيني. إذن جوال عم تستلم الجائزة من سعادة المحافظ بحضور الدكتور ميشيل ظاهر والسفيرة وفاء بن خليفة. لين دعبول، مبروك. ماريا حداد، ماريا صليبة، ماريلين كرم، ألف مبروك للطالبات المتفوقات. ماريلا ساسين، يعني اسم الله معظمهم طالبات. ميلاني أبو يونس، انزعجت؟ لا أكيد لا. رالف صابر، سارة جرجس، مبروك لسارة عم تستلم الجائزة، هذه الجائزة المعنوية والمادية المميزة جدا بحياتها التعليمية. أندريا عون، شاربل باسيل، ماريا كريستينا شهوان، ميشيل بيطار، رودولف شديد، رودي بوفرام، سامانتا بوحرب، تيريزا حداد، فانيسا أزي، أماندا معلوف، أندريا غاريوس، أسعد مايكل رينو،
كريستال كامل، سينتيا خليل، دانييلا لبوس، حنرجع عن سينتيا خليل. لازم نكون أسرع. سينتيا خليل فائزة عم تتكرم وتاخذ هذه الجائزة المميزة من سينتيا عن دانييلا لبوس. دانييلا عطلة. إدوار طنوس. إلينا حواط. جيروم شيدياق. جو هاروني. جوزيه ملاح. لينا بليطة. ماريا ساركيس. ماريا خليل. ماريا بوفرام. ماريانا سعادة. ماريان سعد بولس. ماريلين أتايك. ماريز أبو زيد. إذن الشهادات التكريمية للطلاب المتفوقون اليوم في مهرجانات بياف. ماريز أبو زيد، مبروك لماريز. ميليسا عساف. مريم سعادة. نيكول بوراشد. نيكول أو بيا كوركوماز. بطرس عماد. ريتا الأزي. صوفيا ديشاك جيان. فانيسا الأشقر. لكن حنرجع عن صوفيا. بطرس عماد مبروك، عم يستلم جايزته. حننتقل عن صوفيا. إذا مبروك لصوفيا، هلا جا دورك. ريتا الأزي مبروك. هلا صوفيا. ومع الطالبة الأخيرة فانيسا أشقر. نبيل، ومننتقل هلأ لجامعة الالسيو يلي أيضا قدمت عدد من المنح لطلاب المتفوقين، بداية مع دانييل أبو رجيلة.
الطالب الأولى دانيال أبو الرجيلي من جامعة الـ LCU. إذن دانيال أبو الرجيلي من جامعة الـ LCU تتسلم أيضا المنحة الجامعية، وراها جويس الحلو. لا اسمها للعنصر النسائي طاغي جدا اليوم. إليان صفير كمان عنصر نسائي. نبيل بعد الليستة مطولة. إليان صفير من بعدها باميلا حنا. باميلا حنا. جوزيف مهنا. شربل الحج. ليا عواد. ليا عواد. مايا أبو مراد. رالف ليلي. منى دندشلي. صرنا عند منى. رالف ليلي. ومن بعد رالف منى دندشلي. شيرابيل سلامة. ليا عودة. أنجي سعادة. أيضا شرب السعادة. سارة صغيب. سارة صغيب. آلان نصر. ليوناردو سليم بحوس. مونيكا ميشيل عماد. أنتوني إليا مخلوف. شربل بطرس بعينه. إليسا إلياس بطيش. فإذا إليسا هو الاسم الأخير من جامعة الـ LCU. ننتقل مع جامعة أخرى معك نبيل. نعم أكيد حننتقل لجامعة سان فامي. حنبدأ مع جانا إيسي. مبروك لجنى، عم تسلم جائزتها من سعادة محافظ بيروت ودكتور ميشيل ظاهر وسفيرة وفا بن خليفة. حننتقل لرشا متى. جنى بعدنا بجنى، مبروك جنى. حننتقل لرشا متى. ريتا طنوس. ماريا باسيل. ميا سلوم. ماريا معراوي. المزيد من العنصر النسائي طبعا. مارلان فرح. تيا شاهين. جويس سلوم. سينتيا أبو غصن. رودي يوسف.
إلي هيكل. نور رفول. ساندرا قدوم. ستريدا نوفل. رفقة صيفي. ميلودي فرح. لارا موسى. لودي سرحال. ماريبال بازوني. بريدانس خوري. إليسا عطية. جوال يونس. إليز الخوري. أكيد عم نشوف فرحة الأهالي لا توصف مع طلابهم، وهذا شيء لافت اليوم، وهذا هدف سامي جدا من بياف. جويا الغريب. ميشيل معوض. أكيد ميشيل عم تستلم جايزتها من سعادة محافظ بيروت والدكتور ميشيل ظاهر وسفيرة وفاء بن خليفة، وحانتقل لعندك ناهد مع جامعة جديدة وطلاب جديد وتفوق دائم في هذه الساحة المميزة، ساحة الشهداء، ساحة العزيزة على كل أهالي بيروت. طبعا نبيل نحن مكفيين بهيدا الحدث المميز جدا، وهلأ مع جامعة سيتي يونيفرسيتي مع الطالب الأولى سالي نزيه نعوشي. عصام زهير الشامي. عبير محمد طه بياض. ريما عزمي أبوشي. مؤمن ربيع حداد. أحلام أحمد طبال. ومنكمل بالأسماء من سيتي يونيفرسيتي، أليسار محمد الديك. جيهان عبد العزيز البياض. إيلا صلاح الدين الكردي. ولاء أحمد فتفت. فلك محمود عبد الهادي. إبراهيم عمر مسيكي. بلال مخلص جمال. هن هول أسماء الطلاب المتفوقين بسيتي يونيفرسيتي. ألف مبروك لجميع الطلاب اللي عم يحصلوا اليوم على هذه المنح الجامعية. ومن بعد هذه الجامعة مننتقل نرجع لعندك نبيل مع جامعة أخرى أرادت أن تشارك بهيدا الحدث الكبير يلي عم يشهده لبنان. نعم بالطبع، أكيد كل مشاهدين تلفزيون مصابة وتلفزيون لبنان نحن مكفيين معكم بهذا الحدث الرائع، وحننتقل لجامعة الأم يو بي أس مع علاء رافع. سامر زيدان. ماريو حران.
سامر فقيه، ديانا الغريب، كريستينا الدنف، نيفين تيماني، جنى ماضي، جنى غلاييني، محي الدين منيمني، لين عيتاني، محمد عيتاني، صلاح سلامي، عفوا سلام سلامي. اذا هلا محمد عيتاني، واخيرا مع الطالبة المتفوقة سلام سلامي. عم نشوف الطلاب عم يسلموا هذه المنحة التعليمية من بياف، من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ودكتور ميشيل ظاهر وسفيرة وفاء بن خليفة، عودة لك ناهد، وجامعة جديدة وطلاب متفوقون جدد. هي الجامعة الأخيرة هلأ معنا نبيل، هي جامعة الأمريكان يونيفرسيتي أوف كولتشر أند إديوكيشن AUCE، والطالب الأول ناهل حسن الحج حسن. إذا مبروك لناهل، قريب ناهل عن ناهل. مروان وليد مغربل، مروان وليد مغربل، علي خليل فقيه، حسان علي جنيناتي، أميرة نصير خليل، نوال توفيق الفخري، راضية خليل حمود، نور سمير اسماعيل، نورشان باسل مرمك، كارن عاطف نصر الله. إذن طبعا مبروك لجميع الفائزين يلي عم يتسلموا هذه المنح الجامعية لإكمال مسيرتهم التربوية. فإذا نورشان باسل مرمك، كارن عاطف نصر الله، لين محمد نصرار، علا محمد علي حشاش، بتول خالد كنج، أحمد حسين بيضون، لونا مصطفى سرحال، جود جهاد صقر، لارا فؤاد حج مصطفى، غدير محمد عبد النبي. فإذن مبروك لجميع الطلاب اللي عم نذكر أساميهم، وعقبال الطلاب الآخرين إنه كمان يتسلموا منح في الأعوام المقبلة. عباس زين هاشم، لين، لا وصلنا عند غدير محمد عبد النبي، عباس زين هاشم، والطالب الأخير هو حسين علي فاضل من جامعة الـ AUCE. إذن نقول مبروك أكيد لكل الطلاب المتفوقون اليوم بهذه المبادرة المميزة جدا. صح. التي بادرت بها بياف لتقديم هذه المنح
نبيل الجامعية. طبعا نبيل بدنا نقول شكرا كبير لرئيس لجنة مهرجانات بياف دكتور ميشيل ظاهر على هالمبادرة الرائعة جدا ويلي عن جد عم يتميز فيها ويلي خلى كل العالم تحكي عن هيدا الايفنت وهيدا الحدث الكتير كبير لانه عنده رسالة انسانية رسالة جداً. تربوية عن جد نحن كلبنانيين فخورين بهيك حدث وخورين بهيك اشخاص عم بيطلعوا على طلاب لبنان يلي عن جد بحاجة لانه حدا يطلع فيهم مثل ما كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومثل ما هلأ الرئيس سعد الحريري يلي مكمل نفس المسيرة. بدنا نقول شكرا لدكتور ظاهر شكرا للمحافظ زياد شبيب على رعايته لهيدا الاحتفال وكل الجامعات يلي شاركت وقدمت منح للطلاب شكرا لتلفزيون مستقبل وتلفزيون لبنان يلي كمان كانوا عم مشاركين بالنقل المباشر لهيدا الحدث الجميل وشكرا لك يا نبيل على المشاركة الجميلة. أكيد نشكر كل فريق العمل اليوم وكبنا طبعاً. نشكر أكيد كل فريق عمل بياف الرائع جدا دكتور ميشيل وطبعا راعي الحفل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وزير السياحة السفيرة وفاء بن خليفة وكل القيمين وبالطبع هذه الساحة ستشهد بكرة عرس احتفال. رائع جدا ننتظروا كل العالم العربي وطبعا بياف موعد سنوي وصارت تظاهرة فنية تربوية ورسالة سامية سنوية صحيح نبيل. نحن بدنا نختم اليوم بالنقل المباشر من هون الساحة الجميلة جدا ساحة الشهداء نختم النقل المباشر طبعا للدخول في نشرة الأخبار عبر شاشة المستقبل على أمل أن تكون تحمل بعض الأخبار الجميلة مثل الأجواء الجميلة يلي شهدناها هلأ هون بالساحة. شكرا لك نبيل. شكرا لك ناهد وإلى اللقاء للغد.